وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف، برحب بك من جديد. يتجدد اللقاء لكل العالم وشباب العالم على أرض مصر، أرض السلام، مدينة شرم الشيخ. كيف ترصد أجواء هذه الفعالية هذا العام؟ مساء الخير. بكل تأكيد أعتقد أن هذا شرف وحظوظ الدولة المصرية باستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر الشباب، هذا المؤتمر الذي أصبح مؤتمر دولي يحظى برعاية وحضانة الأمم المتحدة لما أنتجه وأفرزه من نجاحات ومفردات على مدار الدورات الثلاث الماضية التي لعبت دورا كبيرا في إحداث نوع من التلاقي والتكاتف بين شباب العالم ليجتمعوا في أرض السلام أرض شرم الشيخ. بكل تأكيد هذا المؤتمر نسخته الرابعة يحمل كثير من الرؤى والافكار والموضوعات والقضايا والعناوين الرئيسيه فيما يتعلق بطرحه على ورش العمل ونقاشات في جلسات عمل تستمر 4 ايام، واعتبرها قضايا مصيريه ورئيسيه يواجهها العالم وليس فقط منطقه الشرق الاوسط او العالم العربي او قاره بعينها. اعتقد ان هذا التمثيل لكل شباب العالم وكل قاراته يؤكد ويكرس ان هناك نجاحات لعبت فيها الدوله المصريه ادوار بالغه الاهميه في اقليمها، وستستطيع من خلال استضافه هذا الجمع هذه الكوكبه من شباب العالم بان ترصد كثير من المخرجات والافكار والرؤى لقضايا بلغة الاهميه تتعلق بجائحه كورونا والدروس المستفاده منها وما يمكن عمله في السنوات وفي الاشهر القادمه لامكانيه تغلب المجتمع الدولي على هذه الجائحه واثرها وتداعياتها على مستوى الاقتصاد والتنموي، بالاضافه لقضايا متعلقه بالمناخ والامن والابداع والمستقبل لكثير من دول العالم باعتبارها قضايا محوريه ورئيسيه وجوهريه تحتاج الى هناك عصف فكري ونقاشات موسعه وجلسات عمل، وهذا ما سوف يفرزه هذا المؤتمر على مدى 4 ايام القادمه، خاصه ان القضايا المطروحه تشكل كثير من التحديات بالغه الاهميه لقارات العالم والمجتمع الدولي، وبالتالي عندما تستطيع مصر استضافه هذه النسخه الرابعه ل 5000 شاب واكثر من دول العالم، هذا بيعكس مدى نجاح الدولة المصرية في توفير الحاضنة لمثل هذه المؤتمرات الدولية والعالمية باستضافة مثل هؤلاء من الأفكار والرؤى والعقول الشابة التي سوف تتولى قيادة الراية في كثير من دول العالم في المستقبل القريب. بالإضافة لأن هذا الانعكاس في شرم الشيخ يعكس مدى نجاح الدولة المصرية وعمقها وتأثيرها بما لديها من إمكانيات ومؤهلات القوى والحضور على المستوى الدولي باستضافة مثل هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات القادمة بما فيها حتى مؤتمر المناخ 27 في الخريف القادم من هذا العام في شرم الشيخ ايضا، وبالتالي القضايا المطروحه والنقاشات تعمق كثير من الافكار والرؤى التي سوف تكون مسار بحث وايضا توفير حلول ومنتجات تلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات النجاح لقياده العالم في المرحله القادمه بما لدى الشباب من افكار خلاقه ومبدعه تلعب دورا كبيرا في صياغه المستقبل لعالم افضل في السنوات القادمه. استاذ اشرف، يعني اكثر من نصف مليون طلب للمشاركه في هذه الفعاليه الهامه على الاراضي المصريه من كافه دول العالم. منصه افتراضيه خرجت بها اداره المؤتمر والمنظمين لمن لم يحالفه الحظ في الحضور والمشاركه من ان يكون هناك نوع من التفاعل مع جلسات المنتدى بشكل عام وبشكل فوري. كيف ترى هذه المنصة والمزيد والمزيد من الأفكار التي ربما تطرح من خلالها؟ كل تأكيد مؤتمر شرم الشيخ أصبح منصة عالمية، لم يعد منصة مصرية أو شرق أوسطية أو عربية على سبيل المثال، أصبح منصة عالمية توفر لها الأمم المتحدة حضور بلغ الأهمية وحاضنة دولية باعتبار ما شاهدناه اليوم من مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا امين او رئيس منظمه الصحه العالميه وكثير من الشخصيات الدوليه، اعتقد انها تضيف بعدا وزخما لنجاح الدوله المصريه ونجاحاتها التي استطاعت ان توفر هذه المنصه ل 5000 شاب في الحضور من مختلف قارات العالم، وفي نفس الوقت ايضا تفتح المجال امام مشاركات لمسؤولين على المستوى الدولي كثر وعديدين عبر المنصات الافتراضيه في مشاركه في هذه الجلسات عبر كثير من الافكار والرؤى وهذه الموضوعات، كل هذه المشاركات تعكس النجاح للدولة المصرية وتزيد من سمعة النجاح والتفوق بشكل كبير عن جدارة، وفي نفس الوقت أيضا تفتح الأفق أمام نقاشات عالمية يشارك فيها قادة ومسؤولي وأيضا كثير من كوكبة من خبراء المجالات المتعددة في مجال المناخ والتنمية والمستقبليات والتكنولوجيا والرقمنة والصحة وأيضا ما يعرف في المبادرات الخلاقة التي نجحت فيها مصر كمبادرة حياة كريمة، خاصة أنه سيخصص جلسات لمثل هذه النجاحات في مصر
بالاضافه لان المؤتمر فرصه للدوله المصريه لاطلاع المجتمع الدولي على نماذج من الناجحات التي سقطها ورصدتها وكررتها خلال 7 سنوات فيما يتعلق بالمواطنه، فيما يتعلق ايضا باحترام الاخر، فيما يتعلق بتعزيز قيم النجاح في الحياه الاجتماعيه عبر اقتصاد ناجح مسأله قاطره لمجمل النجاحات في الدول الناميه باعتبار النموذج المصري نموذج خلاق ومبدع في هذا الامر. لدينا كثير من النماذج المتعدده، وبالتالي سيكون هناك فرصه لاقتلاع شباب العالم سواء عبر المنصات الافتراضيه او عبر الحضور او عبر مشاركه المسؤولين الدوليين ليقودوا في غمار هذا النموذج باعتبار انه نموذج ملهم يمكن استلهامه وتكريسه لدى كثير من دول المجتمعات الناميه والفقيره في المرحله القادمه، بالاضافه لان الموضوعات والقضايا المطروحه ذات ابعاد دوليه بالغه الاهميه فيما يتعلق بالطاقه وارتفاع اسعار الغاز والبترول، فيما يتعلق بالمناخ واستعدادات مصر لاستضافه مؤتمر المناخ كوب 27، بالاضافه الى القضايا الخاصه بالتنميه والمستقبليات والرقمنه والصحه، كلها قضايا جوهريه غمار الحديث فيها سيطول وسيكون لديها مفرزات عديده تلعب دور الملهم لكثير من الحكومات. اذا هو التشارك والتكامل عنوان هذه المرحله اذا جاز التعبير، والخروج باراء فاعله وتوصيات فاعله تستطيع التغلب على تحديات كثر تواجه العالم اجمع، لكن ايضا اراده نابعه من طاقه شبابيه في العالم و انصهارها بشكل أو بآخر من خلال نقاشات وحوارات فعالة مع متخذي القرار وصناع فاعلين في العالم. يعني هذه التجربة الفريدة التي نجحت فيها مصر على مدار نسخ سابقة، بدأت بمؤتمرات وطنية للشباب، ارتقت إلى أن تكون مؤتمرات عالمية. كيف نستطيع من خلالها أن نأتي بما يفيد العالم أجمع من خلال هذه الحوارات وهذه الطاقات الإبداعية التي تفكر بكل ما هو جديد؟ خلينا بداية نعترف أن الثلاث نسخ التي سقطت في مؤتمر الشباب في الدورات الثلاث الماضية كانت ملهمة لكثير من شعوب وأيضا دول العالم وخاصة أجيال الشباب في هذه الدول، باعتبار أن هذا النموذج الأول من نوعه والفريد والاستثنائي فيما يتعلق بالعزوة والحضور والرعاية الدولية والحاضنة من قبل الامم المتحده، وبالتالي هذا يكرس حجم النجاح للدوله المصريه باعتبارها انها استطاعت ان تستضيف ثلاث نسخ من هذا المؤتمر، ثم النسخه الرابعه بدات اليوم وتستمر 4 ايام، هذا يكرس مجمل النجاحات وقدره واستطاعه الدوله المصريه على توفير الزخم والحضور لقضايا ملهمه وقضايا وتحديات بالغه الاهميه تحتاج الى ان يكون هناك نقاشات وعصف فكري باعتبارها قضايا ماسوريه تمثل تحديا للمجتمع الدولي في الفتره الانيه وفي المستقبل القريب، أبرزها ما يتعلق بقضايا الطاقة والبيئة وأيضا ما يتعلق بالتنمية المستدامة، ما يتعلق بالمواطنة، احترام الآخر والاختلاف مع الآخر، قضايا الخاصة أيضا بما يتعلق بالعبور نحو المستقبل بآفاق أرحب من أجل رفاهية وتوفير التنمية المستدامة لشعوب الكوكب الأرض وليس فقط منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة، بالتالي بالإضافة لأن مجمل هذه القضايا وهي حالة العصر الفكري وحالة النقاشات وجلسات وورش العمل سينتج عنها افكار خلاقه ومبدعه تلعب دورا كبيرا في صفحه رصيد للحكومات والشعوب في صياغه خططها الاقتصاديه في المرحله وفي السنوات القادمه من اجل توفير التناغم والنجاحات من اجل رفاهيه شعوبها في المقام الاول واحداث النهضه المطلوبه البازغه لكثير من شعوب دول العالم في المرحله الحاليه وفي المستقبل القريب، بالاضافه لان هذا النموذج فيما يتعلق باستضافه مصر لهذه النسخ الاربعه تحدي ذات يشكل على ان هذه الدوله قادره لديها القدره والمقدره على توفير نجاحات واستحقاقات في اي مؤتمر دولي، وفي نفس الوقت نقل التجربه الفريده الاستثنائيه في مسار التنميه والمواطنه وايضا العبور الى مستقبل والجمهوريه الجديده باعتبار انها نماذج فريده يمكن الاحتذاء بها والسير والوصول بها على طرد احداث نقله نوعيه في مسارات تقدم رفاهيه الشعوب في المرحله القادمه، وبالتالي نعم. القوى الناعمه حاضرة وبقوة أيضا في هذا المنتدى ومثل هذه الفعاليات سواء من خلال مسرح شباب العالم أو من خلال الفرق الفنية المختلفة التي ستشارك في هذه الفعالية من منتدى شباب العالم. ما تأثير هذه القوة الناعمة في التقريب بين الشعوب؟ كل تأكيد المؤتمر في كل نسخة بيضيف كثير من الأبعاد الجديدة وهذا أمر جيد للغاية ويؤكد على أن هناك عقلية رصينة وايضا نجاح في اختيار الموضوعات والقضايا المطروحه، اعتقد نسخه الرابعه تختلف عن النسخه الاولى والثانيه والثالثه، كل نسخه فيها كثير من الابعاد والرؤى والافكار لامكانيه احداث نوع من التلاقي بين شعوب
وايضا شباب دول العالم. فهذه النسخه هناك استحداث لمجموعه من القضايا او موضوعه من الموضوعات هي بلغه الاهميه. ما يتعلق فيما يتعلق بالقوى الناعمه هذا بعد بالغ الاهميه، باعتبار ان مصر بلد لديها رصيد طويل على مقارب 100 عام فيما يتعلق باستحواذ على هيمنه القوى الاقليميه او القوى الناعمه باقليم الشرق الاوسط، وبالتالي عندما يتم استضافه مجموعه من شباب دول العالم اكثر من 5000 ولديهم فيما يتعلق بعرض نماذج لنماذج القوى الناعمه والمسرح الشبابي وما الى ذلك والثقافه والتبادل الثقافي والمعرفي، هذا بيؤكد ان هناك رغبه مصريه لنقل التجارب المصريه ونقل التجربة المصريه واستحداثاتها على مدار 100 عام الماضيه ثم في السبع سنوات الماضيه لك حاله ازدهار لهذه القوه وعائده بقوه ليكون لديها سطوع وشجوع تكثيف من مناطق اقليم الشرق الاوسط، عندما يتم نقلها لشباب دول العالم والاخذ منها والتعاطي معها بتجارب مماثله تحدث نقله في الفكر الشمالي على المستوى الدولي والاقليمي، بحد ذاته هذا نموذج براق سيلعب دورا كبيرا في احداث نوع من التلاقي بين افكار وايضا شعوب فيما يتعلق بتعزيز قيم القوى الناعمه في تسهيل مسارات الحياه في المرحله القادمه باعتبار العالم يتغير والحياه تتبدل من الافضل في ضوء ما يعرف حاليا بالعولمه ونجاحتها ما بعد ازمه كورونا في المرحله القادمه. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري.